مشاهدينا منرحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر نور الشباب. من بعد ما حكينا عن المرأة وأدوارها، المرأة الزوجة ماذا بعد قرار الزواج والمرأة الرائدة، اليوم منطل عليكم بالحلقة الخامسة لنحكي عن ربة المنزل، مواصفاتها، هرم الحاجات اللي تعنى فيها لتكون عم بتأدي دورها صح، إلى جانب إلقاء الضوء على وضعها بظل هالظروف الراهنة وخاصة كورونا. وطبعا رح تكون فقراتنا متنوعة بين عرض لصورة بتحكي عن عمل ربة المنزل إلى جانب استضافتين نفسية وتربوية. وطبعا هلأ منرحب بضيفتنا الدائمة للبرنامج، المدربة والناشطة بالمجتمع المحلي الخورية راشل بيتر. أهلا وسهلا فيك خورية. صباح الخير، أنا كمان بدوري بصبح على كل اللي عم بيشوفونا، إن شاء الله يكون نهار سعيد معنا اليوم. طبعا تعودنا هيك كل نهار خميس نخصص المرأة بحديث، ولكن اليوم رح يعني هيك يكون عنا فرصة نعتذر من المشاهدين عن الخميس المقبل، طبعا بظل الأعياد اللي بتحتفل فيها الطوائف الشرقية عيد الفصح، رح يكون استثنائيا خميس المقبل لأهمية النهار اللي تورجي والنقل اللي رح يصير من هون إنه ما يكون عنا حلقة، على أمل اللقاء فيك أكيد بعد العيد. حاشتعلكم كتير بس أنا نحن كمان. خورية، نحن مثل ما قلنا اليوم رح نحكي عن ربة المنزل وكل الأمور اللي بتحيط فيها، خاصة ربة المنزل بظل الوضع اللي استجد على كل البشرية، زيادة عنا شوية بلبنان بسبب كورونا يعني الضائقة المادية والمعيشية. خلينا نحكي أول شيء عن مواصفات ربة المنزل، وهل تغيرت بظل الظروف التعليمية الاقتصادية والصحية يلي عم نعيشها؟ لما منقول ربة منزل معناتها نحن عم نحكي عن زوجة، وبالتالي بأكترية الأحيان عم نحكي عن أم كمان، لأنه بعد ما بناخذ قرار الزواج حنصير مسؤولين عن بيوت، وبالتالي بنصير ربات منازل حتى لو كنا بنشتغل برا، لأنه كنا أكدنا كمان قبل أنه أهمية دور المرأة هو ينطلق من البيت ومن الدور اللي بتلعبه بيه قلب البيت. فلما بقول أنا عندي أنا زوجة وبالتالي أنا سأصبح أم أو أنا أم، فحكما حيكون عندي مستوى وعي، حكما حكون عم أقدر شو هي الواجبات أو شو هي الأدوار أو شو هي شو هو هدف هيدا الارتباط اللي أنا ارتبطت فيه وصرت بالتالي مسؤولة عن منزل، فبالتالي حيكون عندي نسبة وعي بالإضافة لمجموعة كبيرة من الأدوار نحن بنفكرها أنه هي أدوار بديهية أو صغيرة، مفكرة أدوار صغيرة، إنه شو يعني أني أنا أكون عم بهتم بالبيت، أو شو يعني أني أنا أكون عم بهتم بالأكل، أو شو يعني نحن بهيدي الطريقة قد ما بنكون عنا أو عم نأدي هيدول الشغلات بتأني، قد ما كن نحن بنكون عم نربي الولد اللي هو موجود بهيدي الأسرة بطريقة غير مباشرة. يعني أنا بلا ما أعطيه درس عن النظافة بشوفني أنا عم نظف، بلا ما يعطيني أعطيه درس عن الاهتمام بشوفني أنا عم بهتم بالبيت. فهيدي كلها أنا بكون عم ربي الطفل من هو وصغير، وهيدي التربية، هيدا النوع من التربية بيعلق بذهن الأطفال لأنه هو مقرون بعمل. يعني أنا ماني عم بتوهم صورة وارسم له اياها، هو عم بشوف صورة حقيقية وعم ياخد منها العبرة. بظل الظروف التعليمية والاقتصادية والصحية اللي عم نعيشها، اكيد انا ما فيي اوقف عند محل معين، كتير مهم كون أعرف عن الوضع الصحي العام الموجود كيف بدي أتوقع، لأنه أنا مهمتي الأساسية كربة منزل وأم أن يكون عم بحمي أطفالي وعم حافظ لهم على صحتهم. وهون اللي دارسين علم نفس أو اللي عندهم فكرة عن هرم الحاجات، منلاقي أنه نحن قاعدة الهرم اللي هو هرم مازلو يعرف بهيدا الاسم، هو المحافظة على الصحة، تأمين الغذاء، كل هيدول القصص. فأنا لما بدي أقول أنه أنا قاعدة الهرم، قاعدة الحاجات عند الطفل اللي أنا مسؤولة عنه، أنا وزوجي
مش أنا لوحدي. نعم. بدنا ننتبه هون كتير منيح. هلا رح نحكي عن دور الشريك الحياة صحيح. والزوج. فلما بتكون قاعدة الهرم هي الحاجات الفيزيولوجية والحاجات الصحية، معناتها أنا هون عم أقول أكيد لازم تكون عندي معلومات ومعلومات متجددة عن هيدا الوباء اللي نحنا صرنا عم نعيشه أكتر من سنة ونص تقريبا. بس هون عم تحكي عن ربة المنزل اللي عندها اطلاع إلى حد ما، معرفة أو نفسي أو اجتماعي. يعني قديش المرأة العادية اللي هي فقط خصصت حياتها لتكون فقط ربة منزل، ما عندها أي عمل تاني، قادرة تكون مليابل مع هذا الوضع على هيدي كفة الصعود؟ أكيد قادرة تكون، لأنه الإحساس أني أنا مسؤولة عن هيدا الطفل، الإحساس أني أنا مسؤولة عن هيدي الأسرة، الإحساس أني أنا لازم أكون عم بحميها أنا وشريكي الآخر يلي هو الزوج، فهو طبيعي بحتم علي أني أنا أكون عم بعرف عن هيدول الأشياء حتى لو ما كان ما عندي الاطلاع أو عندي المستوى المعرفي أو العلمي العالي. نجي على يعني فينا نستعمل كلمة غرائزيا لو ما أنا مزبوطة بمحلها، ولكن هي مش هي عاطفيا أكثر. يعني الغريزة الوالدية إذا فيني أقول فيك تقولي إلى حد ما ما بعرف إذا التعبير صحيح كغريزة لما أنه يطلق على إنسان بشكل عام. صراحة كلمة غريزة شوي بنبعد عنا لما نكون عم يعني نقلل من قيمة الشغل. لا طبعا مش المقصود التقليل، ولكن أنه هو شيء موجود فيها كامرأة وكأم. صحيح. يعني حتى لو لم تكن على مستوى معرفة كبير، إنما هيدا العاطفة اللي موجودة تضطر فيها تضطر تكون عم تعرف. صحيح. صحيح. حتى اللي تكون عم بتأمن. نعم. الحماية. نعم. حتى على المستوى التعليمي نحن منقول أنه مش كلنا يمكن بنعرف تكنولوجيا، بس بظل الوضع التعليمي اللي عم نعيشه منكون نحن مضطرين نتطور ونواكب. صحيح. نعم. نواكب، وأحيانا بنتعلمهم هيك كأنه واحد عم يتعلم درس جديد. صحيح. وأحيانا في ناس جامعيين وكتير على مستوى عالي مش على اطلاع بالتكنولوجيا. بظل الظروف اللي عم نعيشها اضطرينا نكون عم نواكب التكنولوجيا بكل إذا بدك تفاصيلها اللي بتحتمنا نكون عم نواكب أولادنا ونجريهم بالظرف اللي نحن عم نعيشه. اقتصاديا كمان بتجي هي الأمور، هي قصة ذكاء، والمرأة ما بينقصها أبدا شيء من الذكاء لحتى اللي تكون عم بتوائم بين القدرات اللي عندها، القدرات المادية عم نقول، بين شو بيلزم بيتها، وبالتالي بهيدي الطريقة بطريقة المواءمة بين أنا شو عندي وأنا شو بدي، شو الهدف اللي بدي أوصله. وبدي انتبه كتير منيح أنه أنا الصورة اللي أنا عم برسمها براس ابني لحتى لي بعدين تكون هيدي الصورة قد ما كانت إيجابية قد ما فيها تكون عم تعطيني نتيجة حلوة لبعدين. فهيدي المواصفات اللي منتوخيها من كل فتاة أقبلت على الزواج وارتبطت وصارت مسؤولة عن بيت وبالتالي عن أسرة. نعم. وأطفال. على فكرة بس هيك لفتني أسأل سؤال، في حال هناك امرأة لم تنجب أطفال وهي امرأة متزوجة، هل يطلق عليها أيضا اسم ربة منزل؟ طبيعي. نعم. طبيعي. يعني احنا مش ضروري يكون في، يعني لا يطلق هذا الشيء فقط على العائلة اللي فيها تتألف من أم وأب وأولاد. لا أبدا، أنا مسؤولة عن هذا البيت، أنا أدير كل شؤونه. نعم. إذا بتتذكري يمكن بالحلقة الثانية من البرنامج حكينا وشبهنا المرأة أنه هي لازم تكون رئيسة وزراء، لأنه هي بدها تدير الأمور الصحية وهي. صحيح. بدها تكون على علم بالأمور الاقتصادية. صحيح. وهي بدها تكون على علم بكل هيدول الأمور. أكيد اللي ما عندها أطفال كمان يطلق عليها ربة منزل لأنه هي من تدير شؤون البيت. بدنا نأكد أنه بالشراكة مع الزوج، بدون زوج فبالتالي لا بيت، يعني بالمعنى يعني بتكون حتى المهمة عليها أصعب إلى حد ما. أكيد
في فرق كتير كبير بما أنا وياكي نتعاون حتى نقوم بهيدا البرنامج، وفي فرق بما يكون العبء على شخص واحد. صحيح. كتير صحيح. مهم التكامل والتشارك بالحياة إن كان في أطفال ولا من كان في أطفال. نعم. راجية، شو هي العوامل اللي بتساعد المرأة لتأدي دورها بهالوضع الراهن؟ العوامل اللي بتساعدنا حتى نكون ناجحين بحياتنا ونوصل للهدف اللي نحن بدنا إياه، ممكن إذا بدك نقسمها لنوعين من العوامل. في عوامل داخلية هي داخل الأسرة، وفي العوامل اللي بتجيني من برا. لما بدي أقول أنا داخل الأسرة، نحن قلنا بأول سؤال كنا عم نحكي عن قديش أنا قادرة أعكس صورة للولد اللي أنا هو موجود معي أو اللي عايش معي. العوامل الداخلية اللي مسؤولة عنها الأسرة هي قديش أنا حطيت نظام لهذه الأسرة، قديش خلقت مساحة من الحوار بيني وبين أفراد الأسرة، قديش أفراد الأسرة هني متعاونين، أطفال، رجل وامرأة، كل الناس اللي هني عايشين بهيدي الوحدة المنزلية اللي هي المكان اللي بعيش فيها العائلة. فقد ما أنا بكون حاطة هالقد إذا بدك نظم حياتية بتساعد الولاد، وهيدي منبلشها من أول ما الولد ببلش يفهم علينا نحن شو عم نقله، قد ما نحن منكون عم نسهل حياتنا لبعدين. مشان هيك نحن منقول التربية ما بتصير بالخمس ست سنين ولا بالعشر سنين، التربية بتبلش من أول ما بيصير في هالقد أخذ ورد وتعاطي بيني وبين أفراد الأسرة وخصوصا الأطفال. لأنه الأم والأب هن المثال الأعلى وهن الصورة اللي بدها تنعكس بذهن الأطفال، وبالتالي بدها تترجم بعدين لسلوكيات ولتعامل مع الآخرين. أما العوامل الخارجية العوامل الخارجية فهي في ظل الوضع الراهن هي عوامل إلى علاقة بقديش في تنسيق بين، إذا عم نحكي وضع صحي وتعليمي واقتصادي، قديش في تنسيق بين وزارات الدولة، وقديش في تسهيل للناس كمواطنين إلنا حقوق عند الدولة، قديش في تنسيق بين الوزارات لحتى يكونوا هالقد عم بيسهلوا لنا حياتنا بظل وجود وباء بيمنعنا نعيش حياتنا بالطريقة الطبيعية. يعني طبعا هون هيدي تقريبا ننسيها بس نحن عم نحكيها بشكل عام بالدول كمان يمكن مشان هيك غاب عن بالك الشق الثاني من السؤال. لا ما غاب عن بالي، كنت بدي اتوجه لريجي بشي، بس اذا ببلشوا يحضروا لنا لو سمحتوا الاتصال مع دكتور يازجي لحد. نعم خورية، نحن هون بلبنان يعني استثناءات بكل شيء هلا، بس نحن لأنه عم نحكي بشكل عام كيف ممكن إنه هيدي العوامل الخارجية تكون متأمنة بغير دول، وبنتمنى تكون دعوة أيضا إنه بلكي بلبنان بتتحسن شوي الأوضاع. ليكي هون بتلفتي لي نظري على شغلة كتير مهمة، كل عائلة عندها خصوصيتها. يعني ما فينا نقول العائلة اللي يعيش مع مسنين عندها نفس الظروف العائلة المستقلة اللي هي عبارة عن أم وأب وأطفال طبعاً. اللي عندهم العائلة اللي عندها أولاد عندهم مشاكل صحية عندهم إعاقات، هدول أشياء استثنائية بتبقى زيادة أو بتكلف إذا بدك الزوجين مشقة لحتى يكونوا عم بنظموا حياتهم أو يعيشوا بالشكل الأقرب للطبيعي من الأسرة اللي ما عندها هدول المشاكل. فكتير مهم نحن نكون، نحن عم نحكي هلأ اون جنرال يعني بالعموميات شو هي الاشياء اللي بتساعدنا حتى نكون نحن عم نحيا حياه طبيعيه، ولكن بدنا ناكد انه كل عائله عندها خصوصيه وكل عائله عندها ظروف عندها امبيانس معينه وعندها حتى نمط حياه معين يمكن مكرس عند هذه العائله مش مكرس عند اكيد هذا الشيء كمان بيختلف حسب كاركترات الاشخاص اذا بدنا نفوت بالعمق للموضوع. هذه كثير بتختلف وبتتاثر حسب كاركتر الاشخاص. انا كيف بتقبل
منك انك تشاركيني باي طريقه. نعم. وين الشراكه مسموحه وين مش مسموحه، شو بعكس انا للاطفال، الاطفال بالنسبه لي هن شو، هل هن قيمه مضافه ام هن نتيجه، هل انا لازم هالقد يكون عم بعكس لهم صوره حلوه ولا لا، هيدي بتجي بعدين بس يصيروا بال20 و30 سنه بلش عودهم شوي شوي. يعني هيدي ثقافه بتختلف بين الاشخاص. نعم. وبين العائلات وبين اماكن حتى عيشتهم. نعم خوري، رح ناخذ اتصال مع الاستاذ المحاضر بعلم النفس بالجامعه اللبنانيه بكليه التربيه وطليع دوره الطب النفسي بالكليه الحربيه دكتور فادي يازجي لحتى نحكي معه شوي عن طريقه التعامل بالبيت بظل هالظروف وبظل ظروف كورونا، ومن بعدها بنرجع نحكي عن دور الرجل بهذا الموضوع قبل ما نطلع بريك. الو الو بونجور. بونجور دكتور، اهلا فيكم. اول شيء اهلا وسهلا فيك يعني عبر نور الشباب وخاصه ببرنامجنا. الشرف. ونحن برنامجنا اليوم بيتداول يعني كل شؤون المرأة، هو برنامج مخصص للمرأة، فاليوم وجودك معنا وشهادتك كرجل هي قيمة مضافة لنا. الحضارة هي أنثى، وبالتالي كل ما هو حضاري هو أنثوي. نعم دكتور، نحن اليوم عم نحكي عن ربة المنزل ودورها بإدارة بيتها وخصوصا هلأ بهيدي الظروف، ولكن سؤال بداية قبل ما نحكي عن ظروف كورونا، إذا ما كانت ربة المنزل على قدر من المعرفة النفسية والاجتماعية، كيف بإمكانها التعامل مع أهل بيتها يعني بأسهل طريقة ممكنة؟ أسهل طريقة ممكنة أنه أنا بس كون في شيء ما بعرف عنه، ما بعرف ديره مظبوط. نعم. بسأل صاحب الاختصاص، يعني هيدا أسهل شيء نقدر نعمله. نعم. يعني ما فينا نطلب من الأهل أن يكونوا كلهم دكاترة بعلم النفس، هذا الشيء مش منطقي. نعم. وكمان ما فيك تطلبي مني نكون أنا دكتور بالحقوق، يعني أنا إذا عندي مسألة قانونية بروح عند محامي. نعم. إذا عندي مشكلة بسناني بروح عند حكيم أسنان وإلى آخره. فإذا أهون شيء بالحياة إنك تسألي سؤال استشاري. ما بقول علاجي أبدا. نعم. أبدا مش علاجي، توجيهي حتى توجيهي. يعني حضرتك عم بتقول يا أما تلجأ لمعالج نفسي أو طبيب نفسي أو حدا يعمل في الحقل الاجتماعي، إذا فهمت مزبوط عليك. ما مشكل، يعني المهم أنه نقدر نوصل لحدا. نعم. يقدر يعطينا معلومات واضحة وسنتاز، يعني مش يقعد يعللنا قلبنا بالنظريات. نعم. هذا الشيء بيعلل القلب كتير وما بوصل لمحل. أفضل أنه نعطي سنتاز، نعطي دغري الشغلة كما لازم تكون مثل ما نحن فهمناها. يعني انت بتعرفي انه اذا قريتي 1000 كتاب بتألف كتاب. نعم. ما بتألف 1000. نعم. هيدي السنتاز، يعني نقدر نوثق عند حدا، نوثق فيه يعطينا خميره كل شغله بالحياه، عصاره شغله، ويوجهنا بطريقه بسيطه نقدر نحن نفهمها. نعم. يعني ما بدنا ننقي مين مكان، بدنا ننقي حدا عن جد بيقدر يعمل الشغله هي. تمام. وهذا اسهل طريق فيها تاخذه اي ام بكل بساطه، بتتوجه وبتعمل شغله صح. وممكن هالاشخاص دكتور يوجهوها مثلا لقراءات معينه، لدورات معينه، تقدر هي تستفيد منها وتطور ذاتها؟ بدك تنتبهي على، يعني انا بس شو عندي بهالموضوع. نعم. بسأل كثير أسئلة قبل ما أجي أنصحهم النصائح، لأنه يمكن أنت تحكي مع أهل ما معهم وقت هالأشياء هاي. نعم. يمكن البي والأم مثلا دكاترة بالهندسة ديزون. نعم. بس أنه بالسيكولوجي ما بيعرفوا شيء. وأنا كمان بالهندسة ما بعرف شيء. نعم. بس يمكن وقتهم ما بيسمح لهم، يمكن أنجأ مشاغلهم بالحياة أخذتهم على الآخر، أنجأ بوقت أولادهم. هون ما بقدر انا اجي اقول لهم روحوا اعملوا دورات وكذا، لا، علي انا انه انا اعطيهم فعلا عصاره عملي وتوجيهي وباسهل طريقه ممكنه لحتى هن يقدروا يوصلوا للحل بدهم اياه. دكتور. دكتور اليوم باطار الحجر والتعليم عن بعد بسبب كورونا، شو هي الاثار النفسيه على الام والطفل والبيت بشكل عام؟
اللحظة لك الكورونا عملت كثير مشاكل، يعني مثلا الكورونا شحطت الموظفين من شغلهم، مش بس قعدتهم البيت. نعم. يعني في ما بقدر اقول لك كم بوست سكر، كم شركة سكر، كم محل سكر، كم مطعم سكر إلى آخره. صحيح. قلت لهم مليانين موظفين، قلت لهم شحطوا، وخاصة نحن عنا الطرد بالمؤسسات الخاصة لو تعسفي مقاونا عنا بلبنان. نعم. بينما اللي بيشتغل بالقطاع العام أكيد لا، هذا الكورونا ما ماليا ما أزته أبدا، لأنه معاشه بقي وصعدات. نعم. بينما هوليك انشحطوا، يعني عندك أنت ممكن تلاقي بيت فيه بي وام مشحوطين. صحيح. وقعدوا بالبيت، يعني فوق الشحطة قاعد بالبيت، وممنوع تشتغل لأنك انشحط من شغلك، وممنوع تطلع بالبيت تشتغل، والدولة ما بتبعث لك ليرة، خلص إذا فيك. هون إذا عم بعطيكي هالتوضيح لحتى أقول لك شغلة، إنه البسيكولوجي ما بتعمل عجايب، يعني ما نضحك على بعضنا. طبعاً. ما بتعمل، والبسيكولوج ما بيعمل عجيبة، والبسيكولوجي ما بتعمل عجايب، هي علم حوادث النفس، هي منا علم النفس أساساً. يعني نحن بنقول علم النفس وعالم نفساني وكل هالكلام ومنه مضبوط. نعم. هي علم حوادث النفس، لأنه أنت الحادث كونكريت الإيدي، يعني ما العلم ما في يكون أبستري، العلم ما في يكون شيء مش ملموس. نعم. العلم بده يكون شيء ملموس. نعم. فمشان هيك بنقول علم اللاهوت، لأنه الله ملموس، مشان هيك بسموه علم. كل علم بيكون ملموس، كل شيء منه ملموس ما بيكون علم. فنحن هون ما بدنا نفسر للعالم انه البسيكولوج زيارته ما بتعمل عجيبه، بتوجه كثير منيح، بتساعد كثير منيح، بتعالج اذا في مجال للمعالجه، بس ما بتعمل عجيب. شو بدنا نعمل مع بيت صاير فيه كل هالمصايب؟ فنفترض، وانا بعرف كثير بيوت صفيه هيك. نعم. بس بشكل عام دكتور، يعني الاثار كانت سلبيه باغلبها، ما بعرف يعني قد ايه فعليه قدرت، لانه كنا كثير انه نحن ما بنشوف بعضنا، ما عندنا وقت نقعد مع بعضنا، اجى الحجر، ما بعرف قد ايش كان ايجابي للبعض، ولكن حسب ما عم نشوف هو باكثر الاحيان عم بيكون سلبي على كثير من العائلات. اكيد سلبي، ايجابي دومازيل. نعم. وقت تحكي مع واحد انه غني، هلا الغني كمان سرقوا له مصيته بالفون. نعم. ما بعرف شو بدي اقول لك، قال لي تنفترض حاطط مصاري عنده بالبيت، مش حاططهم بالبنك، حاططهم بالخزنة عنده. تنفترض معه مصاري، قادر يقعد بالبيت يطلب الأكل على البيت، بقول لك اطلبي دليفري، بدي اطلب دليفري وأنا مصاري ما معي، والشغل ممنوع أشتغل، ومن شغلي مشحوط. نعم. والدولة ما بتبعث لي ليرة تأكل فيها. يعني أنا ما عم بيأس العالم، أنا عم بوصف حالات إجت لعندي واللي أنا سمعته من الناس، مش من ذكية. يعني أنا عم بستعرض لكم اللي أنا سمعته بعيادتي، مش ذكاء خيري يعني. نعم. كثير سمعت وجع، كثير سمعت وجع، كثير سمعت انشحطوا من شغلهم وقاعد ببيته وقافلين عليه بالبيت، ممنوع تظهر من البيت، وكمان ما معك مصاري. كم صحيح. يعني اللي شافوها إيجابية مثل ما أنت قلتي، إنه نحن ما كنا نشوف بعضنا، صرنا نشوف بعضنا إلى آخره، إيه مضبوط صحيح. هولي الناس اللي مصيتهم معهم، أو موظفين بقطاع عام ما انقطع المعاش، موظف القطاع العام ما بينقطع معاشه. نعم. لا تقاعدي ولا أو عندهم مكملات الحياة إذا بدك دكتور، يمكن متوفرة عندهم أكثر من غيرهم إذا فيني أقول. يعني لا الحجر بشكل ضيقة عليهم، ولا المال بشكل نعم. صحيح. نعم. هول الناس لقوا بالحجر شيء إيجابي أكيد. يعني أنا إذا معاشي بدي يوصل على البيت، وأنا ما عم روح على الشغل، وصرت يعني آخذ مثل كونجي، وصرت نعم. قاعد مع أولادي أكثر، طبيعي إنه هون أحس حالي إنه أنا لقيته شيء إيجابي. كنت أطلع من البيت 7 الصبح، هلا أنا بقدر أشوف أولادي، بقدر كذا، بقدر ألعب أنا وياهم، بقدر حتى لو كورونا في بيات وأمات ظهروا أولادهم على محلات فاضية، عم نقول على محلات عامه. نعم. ولعبوا سوا، ولعبوا تنس سوا، ولعبوا فولي سوا، ولعبوا يعني هون شافوها كثير ايجابيه، لانه كل قصص الحياه رجع عندهم اياها،
وما كان ناقصهم الا انه يلتقوا. نعم. بس ما بفي اقول لك قدام هالشيء الحلو اللي عم بحكيه والايجابي اللي عم بحكيه والرائع اللي عم بحكيه، كل كار من هذا الكار الرائع اللي انا عم بحكي عنه بتحط قدامه ألف مأساوي. صحيح صحيح، هي الحقيقة. ونحن ما بنطلع على الراديو ولا على التلفزيون ولا بنألف كتب لحتى نكذب على الناس. صحيح، نحن بنحكي الحقيقة مثل ما هي تماما. وهذا كان الدافع دكتور ل يعني خوض هيدي الحلقة إذا فينا نقول، لأنه إجت بعد منادات من الناس إنه اليوم حكونا عن وضع العيال اللي بقلب ببيوت، يعني كان في عيال تعيش بتناغم وبألفة إذا فينا نقول، بظل هذا الوضع الاقتصادي والوبائي يعني عم تخلق مشاكل من 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 شيء ما كان موجود، إن كان من قبل الأم والبي، إن كان من قبل البي على زوجته، أو عفوا الرجل على زوجته، أو الأم على أولادها، يعني حياة كلها انخضت إذا فيني أقول. أكيد إيه، وفوق كل هالوجع قديش مثلا بيحس البي والأم قدام أولادهم مثلا بأنه عم بيحسوا حالهم أنه ما عاد يقدروا يلعبوا دورهم، يعني نعم. مثلا صح. اليوم الكورونا هي اللي عملت الأونلاين، اللي أنا بنظري أنه منه هالتعليم العظيم، يعني أنا هذا رأيي أبدا، لأنه الكونتاكت كتير مهم، بعدين حياة الاجتماعية بالمدارس كتير مهم، هذا كله انفقد وما فيك تعوضيه بإكران أبدا طبعا. والوقت اللي صار اللابتوب حقه عدة ملايين حسب نوعه، يعني نعم يوصل لـ8 والعشرة مليون، واللي عنده ولدين ثلاثة، واللي معاشه مليون مليونين. صحيح. واللي معاشه بالمليونين كان يعمل 1360 دولار، صار يعمل 100 وشوي، يعني في مشاكل حقيقة، يعني ظهرت بال 2020 بتخوف. وكان المفروض فعلا انه يكون في انه تكون الدولة عم تسند العيال مثل ما صار بكثير من الدول الراقية، فكروها دغري ودغري سندوا العيال ماليا، سندوا الشركات ماليا تما تأفلس وعدوهم بالبيت لحين مرور الجائحة. يعني دكتور احنا كان لازم نعمل هيك. صحيح دكتور، يعني هيك بنصيحتين اذا فيك تساعدنا فيهم، شو هي آلية التعامل مع هذا الوضع تنظهر فيه بأقل أضرار ممكنة؟ واليوم كمان كيف فينا هالولاد اللي عندهم طاقات كتير كبيرة، وخصوص إذا عم نحكي عن أطفال وبدهم يفرغوها وبدهم يطلعوا هالإنرجي اللي فيهم هيدي، كيف ممكن الأهل يعوضوا لهم هيدي الناحية كمان بدون ما يعرضون للمخالطة وللأمراض؟ ايه عاوز انا يعني رح اقول لك كمان خلاصه. نعم. اهم شيء بالكوفيد، لانه ما فينا نقول روحوا العبوا مع اصحابكم، روحوا فوتوا على اماكن عامه، اساسا المولات كلها سكرت وانت بتعرفي، ما بقي الا انه الاهل هن اللي يلعبوا دورهم، يعني هن اللي يلعبوا مع اولادهم، هن اللي ياخذوا اولادهم يلعبون، هن اللي يكونوا حد اولادهم، لانه بالنتيجه هن كلهم يكون فينا ببيت واحد، يعني هن كلهم موجودين ببيت واحد. نعم. فإذا كلهم ما معهم كورونا ما حدا رح يعدي حدا، وهذا شيء مضمون. فما إلهم، يعني ما عاد في، وصلنا لمحل هلا بلشنا نفتح اوكي، بس انه وصلنا لمحل من كم شهر ما عاد كان في حلول الا انه الاهل بقى هن اللي يلعبوا دورهم، يعني الام والبي يكونوا هن رفقات اولادهم، اصدقاء اولادهم، يكونوا حد أولادهم. يعني هالمرحلة هيدي نفسيا بدك أنت تلعب الدور من دقائق ذات من الأول للآخر مع أولادك. نعم، يعني الأم والبي بدون يشيلوا إلى حد ما بعض من الأنانية اللي تعنى بأعمالهم وبأشغالهم وبحياتهم الشخصية، ويعرفوا أنه هن واجباتهم بهيدي الفترة يكونوا حد أولادهم، يهتموا فيهم أكثر، يتساعدوا مع بعضهم على الاهتمام فيهم، وأنه هن يعطون من وقتهم حتى يظهروا لهم هالإنرجي الموجودة. رح اقول لك شغله، الاناني اساسا مش لازم يجيب اولاد. نعم. فبنصحه ما لا يتجوز لا يجيب اولاد. حلو. عم بحكي رجال وعم بحكي مرأة. نعم. حتى المرأة الأنانية أحسن لها كمان إنها ما تتجوز وما تعمل عائلة. يعني كمان هون مفروض الشخص يكون عارف حاله بقرار الزواج لوين رايح. أكيد.
أكيد، لأنه نعم. الزواج هو altruism، يعني بما مثل ما قال يسوع المسيح، بدك تحب الآخر أكثر ما تحب حالك. حلو. إذا ما عملت هيك هيدا ما من حب. نعم. نعم. هلا كل إنسان بده يشتغل بالأنانية، معناتها أنت حطيت الله برا، لأنه الإيجو هي aging God out، يعني أنت عم تحط الله براتك. نعم. فمع أولادنا أكيد أكيد إذا في أنانية ومع أولاد العلاقة ما رح توصل لمحل. محبتك لأولادك هي تشبه محبة الله ليسوع، يعني إذا ما كانت هيك بعتقد نجيب الأطفال صار ميكانيكي وصار بس لحتى اسمنا ما يموت مش أكثر. دكتور نحن أخذنا كتير من وقتك، بس هيك بإجابة كتير سريعة، هل بتنصح العالم اليوم بعد ما نتخطى هيدي الأزمة أكان من كورونا أو الضيقة المادية اللي نحن كلبنانيين واقعين فيها، أنه يشوفوا طبيب نفسي أو استشاري نفسي يرجع هيك يرمم شوي الأشياء اللي كسرتها هيدي الأوضاع؟ أنا بقلك تكون واقعي عن جد. نعم. أنا أجاني كتير زبونات من بعد الكورونا ما معهم يدفعوا. أنا وعيب واحد يحكي عن حاله، يعني عملت واجباتي أكيد. نعم. كاملة يعني. نعم. بس إنه بالنتيجة في يعني في كتير ناس ما قدرت تروح لأنه ما وصلت عند يعني على الدفع وما قدرت تدفع. ما كانت هين القصة، أنا عملت كثير واجباتي وكثر خير الله. يعني فينا نعتبر إنه فينا نوجه نداء للدولة بلكي يعني بيخطر عبالها هيك وتعمل شيء مبادرة بعد ما نقطع هيدي الأزمة، إنه يمكن هي تأمن مجانية هاي الأشياء، تتولى هي الدفع للأطباء، وإنه الناس يمكن تجرب تفرغ هاللي انحقنته طيلة هيدي الفترة. يعني يا ريت، لأنه عن جد صدقيني أنا برجع بقول لك أنا عم بحكي من قلبي أكثر ما عم بحكي من عقلي. نعم. عم بحكي من اللي شفته أكثر من اللي دارسه بحياتي. نعم. لأنه اللي بتشوفيه هو أهم بكثير من أنت تدرسيه. تدرسيه بضل نظري، بتشوفيه بيصير تطبيقي. نعم. بالتطبيق عن جد صدقيني في كثير عيال وما أغلبها بتتمنى تروح عند معالج نفسي بهيك أوضاع، بس ما بتقلك أنا بدي أدفعه عنده خليني آكل بالأول قبل ما أوصل لعنده. نعم. يعني نحن إذا استقبلنا واحد جوعان ومريض ما معه يلبس، ما معه طعمي ابنه، ما معه طعمي بنته، وبنته بتنام جوعانه وابنه بنام جوعان، نعم ما راح يفكر بالعلاج النفسي. ما اساسا لو عالجته ما راح يصح يعني. صحيح. دكتور فادي يازجي، استاذ محاضر بعلم النفس بالجامعه اللبنانيه كليه التربيه وطليع دوره الطب النفسي بالكليه الحربيه، انا بدي اتشكر مشاركتك معنا، كمان على امل هيك انه تكون في استضافات اكثر وان شاء الله كمان بالعلوم بالفناء كمان. نعم. نعم طبعا. شكرا كثير لك على مشاركتك معنا. شو ما بتكون انا موجود. شكرا، يعطيك العافيه. باي باي. خورية، عن جد يعني وضع متأزم من خلال اللي سمعناه من دكتور فادي، انه اليوم لازم وضروري هالعيال ترجع تمرق مع استشاريين نفسيين وأطباء ترجع تعود نتفة وترمم الاشياء اللي كسرتها هيدي الأوضاع. صحيح. ولكن طلعنا بخلاصة انه اليوم الأسرة يعني وعلى رأسها الأب والأم لازم يتخلوا إلى حد ما عن أنانيتهم، وهن يجربوا يعطوا هيدي الاستعادة إذا فيني أقول للأطفال من خلال التمويه والترفيه عنهم، لأنه إذا الكبار مش قادرين يستوعبوا هذا الوضع فكيف هذا الطفل اللي عنده كل هيدي الكم من الإنرجي ومن الطاقة. على أمل أنه شيء من اللي عم نقوله يتحقق والناس يكون عندها وعي إلى حد ما، ولكن دائما يعني كمان ذكر دكتور فادي بإطار ربة المنزل أنه هي لو لم ما كانت على قدر من المعرفة بالتعاطي وهيك، فدائما لما نوصل قدام حواجز أو أمور مسدودة أنه نحن نتوجه لاستشاريين كانوا اجتماعيين أو نفسيين لمساعدتنا بتخطي هيدي المواضيع. خليني أنا وياك نحكي شوي عن الدور الأساسي للرجل بوضعنا هلأ قبل ما نطلع البريك. ما هذا الدكتور يازجي على لا. هذا الموضوع لما منقول أنا مطلوب مني كربة منزل
كل الأشياء اللي كنا طلبناها ما رح نرجع نعيدها. على صعيد إدارة البيت فأنا ما فيني يكون عم بشتغل لوحدي بدون شريك الآخر اللي هو بده يكون كمان بهرم الحاجات. في بعد الحاجات الفيزيولوجية في الحماية وفي الأمان في الحاجة لعلاقات اجتماعية، هيدي كلياتها بتعكسها صورة الأم والأب، بيعكسها دور الأب اللي هو هل قد بده يكون داعم محفز مشارك على طول نتشارك الاشياء سوا. وكان ذكر حضرتك يكون عنده قدره استيعابيه صحيح. ان كان للوضع ان كان لتقلبات المراه الاوضاع اللي بتمرق فيها يعني الجسديه اذا فيني اقول او النفسيه، يستوعب هو هذا الضغط مثل ما هي عم تستوعبه. حتى بموضوع التفريغ ما في انا اكون عم بطلب كل هدول القصص بدون ما يكون الزوج اللي هو شريك ل ربة المنزل أو رب البيت هو متشارك معه على كل الأصعدة. لما عم نحكي عن تفريغ ولما عم نحكي عن دور الرجل بقيام المرأة بدورها كربة منزل، بدي أحكي أنه هو بده يكون على طول الداعم على كل الأصعدة. بموضوع صحي عم نعيشه هالقد، عم نعيش ببيوت محصورة قد ما كان في جمالية للبيت، يعني يتحمل بالآخر مسؤولية الاهتمام بأولادهم كان بالنظافة كان بالصحة كان بكل شيء على قدر مسؤولية صحيح. المرأة. وفي عنا موضوع أنه نساعد هيدا الولد اللي هو محصور بغرفة على التفريغ، اللعب معه على طول. وكونها ربة المنزل هي عم تتلقى أو عم بيكون على عاتقها أكبر قدر من المسؤوليات، خصوصا في موضوع كورونا فيما يخص التنظيف والتعقيم وكل هيدول القصص. كمان الصورة اللي بياخدها الزوج أو الدور اللي بيلعبه الزوج أني أنا أكون على طول عم ساعدها وعم سندها، هالقد هي بتكون كمان عم تطبع بذهن الولد صورة حلوة. في فرق كتير كبير بين أني أنا أكون عم خوف ولد من وباء وبين أن يكون عم واعي. بدور الأهل بهيك ظرف هو بيكون توعوي مش تخويف. يعني إذا بدك التوعية شوي مقرونة بمخاطر هذا الوباء إذا أصبنا فيه. حتى بدها كتير خورية يعني إبداع بالتعاطي مع الولد، إنه اليوم ولد ما فيك تجبريه غسل إيديه مثلا كل ما دائر شغلة إلا إذا لقيتي له طريقة توصي له إياها فيها. مثلا في ناس استعملوا فكرة العد أو فكرة الغنية، قول هالغنية أو الزقفة أو كل هاي دول يعني قديش يعني المطلوب من اثنين هو قدر كبير من التعاون ومن الإبداع بهيدي الحالة. صحيح، خصوصا يعني أنه نحن عايشين بمكان صرنا محصور، ما بقاطه محل بنقدر نرفه فيه. صح. ما بقاطنا نقدر نشوف ناس تانيين، والإنسان بيعيش على العلاقات الاجتماعية. صح. لأنه هو بطبعه خلقنا ربنا اجتماعيين، ما فينا نعيش بدون ناس حوالينا. وهون التليفون يمكن عوض جزئيا ولكن ما في يكون عم بعوض على عن كل حياتنا. صح. فهون كمان أنا بدعي الرجال إنه هالقد يكونوا مساندين للزوجات، والزوجات والرجال عن جد أو الأزواج اثنيناتهم يكونوا هالقد قادرين يعكسوا صورة حلوة، هالقد نكون عم نساعد هيدا الطفل إنه ما يصير عنده بانيك من كورونا، يتوقع من كورونا بدون ما يكون يصير عنده خوف. صحيح. من إنه يشوف وما يتعود على العزلة يعني عن صحيح. يعني ما بعرف كده يوصلوا له فكرة العلاقات الاجتماعية حتى لو ما كان عم يتعرض لها كتير. في كتير أولاد عم يظهر عندها عوارض إنه صحيح. يمكن قطع على ذكرى الدكتور كمان انه في عنا عوارض عم بتصير عن العزلة، الاكتئاب، انه انا ما بقدر اعبر عن حالي،
هل قد المكان عم بيكون ضيق ضاغط، في كتير ناس عايشين بنفس المكان، مطلوب من الأربع أولاد مثلا أو ثلاثة أولاد مع أمهم يكونوا أونلاين. هيدول كلهم ما فين يكون أنا عم بطلب هيدي المسؤولية كلها من المرأة، بس بده يكون المرأة والرجل. ويمكن هيدي فرصة للعائلات أنه نكون هالقد متشاركين مع بعض لحتى لي عن جد نطلع بأسرة سوية وسليمة. نعم. ويكونوا أطفال أطفالنا مثل ما نحن منحب ومثل ما لازم يكون. نعم خوري، رح نطلع نحن وياك والمشاهدين ببريك قصير هيك منرتاح شوي ومنعود لمتابعة حلقتنا. إذا مشاهدينا بريك قصير ومنرجع لمتابعة الحلقة. يا سلطانة السماء والأرض، يا عذر العذارة، نكرمك أنت يا ابنة الله المحبوبة، الأم المختارة للكلمة المتجسدة، عروس الروح القدس الطاهرة، والإناء المقدس للثالوث الأقدس. يا أم المخلص السماوي، يا من تحت لقب سيدة الشفاء تأتي لمساعدة كل من يطلبك، مدي يدك كأم نحونا، فنحن نعتمد عليك يا أمنا الحبيبة كأبناء ليس لهم رجاء إلا بك، وأطفالاً في أشد الاحتياج واضعين كل ثقتهم واعتمادهم على أم مثلك تعتني بهم. يا سيدة الشفاء، ينبوع المعونة التي لا تخيب، امنحينا أن نعترف من نبع كنز النعم في وقت الحاجة، المسي قلوب الخطأ حتى يعودوا لطلب المغفرة والمصالحة مع الله. امنح الراحة إلى كل من أصابتهم الوحدة. ساعد الفقراء الذين هم بلا رجاء. ساعد المرضى والمتألمين حتى يشفوا جسدياً ويتنقوا روحياً، حتى يمكنهم أن يتغلبوا على آلامهم بصبر وشجاعة كأبناء مسيحيين مخلصين ومؤمنين. يا سيدة الشفاء، يا قديسة مريم، صلي لأجلنا. آمين. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا الخامسة من أثمن من اللقالق تحت عنوان ربة المنزل، التحديات اللي بتعيشها، واليوم تحدياتها اللي زادت بظل كورونا. ننتقل هلأ معكم لحتى نعمل قراءة لصورة، ولكن قبل إذا هيك خورية بتحطينا بجو هيدي الصورة، كيف صارت موجودة؟ شو الأطر اللي خلقت من خلالها؟ أنت المرة الماضية وجهتي تحية لسيدات هني معنا على الجروب. صحيح. نستنبض منهم المواضيع ومنشوف هني عن شو بيحبوا يسمعوا، ولاقى هيدا الشيء استحسان عندهم. نعم. فطبيبي معنا على الجروب بنوجه لها تحية، اسمها دكتورة سمر سعد. نعم طبعا. من خلال هيك لقاء صغير أو حوار صغير، هلا ما في لقاءات بظل نعم. كورونا، فبعثت لي هيدي الصورة وصدفت أنه كنا حكينا عن موضوع ربة المنزل وأدوارها وتأثيرها على الأطفال. نعم. هيدي الصورة هي أخذت جائزة الجائزة الأولى لتكريم فنان بالهند، وضعت غلاف لكتاب المساواة بين الجنسين للعام 2020-2021. نعم. قصة هيدا الغلاف أنه أب بيكون عم يحكي، ما بعرف الصورة صارت يمكن واضحة. إذا منقرب شباب لو سمحتوا نعمل زوم أكتر على الصورة من فوق ومنرجع بعدين منشوفها من تحت. نعم. بيسمع طفل بيو عم بيقول انه انا مرتي ما بتشتغل شيء غير انه هي بالبيت. نعم. هيدا الولد بيكون عم بيلاحظ امه شو بتكون عم تعمل طول النهار، شو بتشتغل. هلا اكيد بين مجتمع الهند ومجتمعنا يمكن بتختلف الادوار شوي. نعم. ولكن تتشابه إلى حد كبير بكتير صار في زوم أكتر عليها بكتير من القصص. صحيح. نعم. فبيرسم هيدي الصورة
وبفوت فيها كمسابقة لتكريم هيدا الفنان الكاريكاتوري وبيفوز بالجائزة الأولى. نعم. هيدي الصورة إذا منطلع عليها منلاقي قديش ربة المنزل. معلش إذا بتنزلوها شباب ترجعوا بتعيدوها من فوق لو سمحتوا. منشوف نعم. قديش السيدات اللي هن بالبيوت اللي هن ما عندهم عمل إضافي خارج المنزل قديش هن بيقوموا بأعمال عديدة بأعمال ما منلاحظها يمكن بأعمال يمكن ما منلاحظها أو منعتبرها نعم. مثل ما قلنا هي واجبات أو شيء كتير طبيعي إنه نقوم فيه. عم نشوف هون يعني تهتم بالحيوانات هلا قلنا إنه بالبيت. بتختلف بين مجتمع نعم. وآخر بس بين الأرياف قريبة شوي على المجتمع الريفي إذا بدك صحيح على الأرياف والمدينة اللي بتأمن حاجية البيت من خضار اللي كل الأدوار اللي هي نحن بنعتبرها اهتمام بالولاد. فينا ننزل شوي شباب بالصورة بس قديش يعني كيف بيقولوا هيك عنده عرفان للجميل هالطفل يعني الهدف من وراء الصورة نعم. واستخدامها هو انه نحن نقول قديش الدور اللي او الواجب او العمل اللي انا بعمل فيه قديش بينعكس بذاكرته الطفل وقديش هو بيأثر. قد ما يكون ايجابي بيكون تأثيره ايجابي وقد ما انا اطبع صوره سلبيه اكيد اذا كانوا راحت الصوره قد ما تكون لا ما في داعي خلص مش الحال. اذا كانت هيدي العائله فيها عنف كان يمكن الطفل حيرسم عنف بالاسره. شاف ادوار هالقد هي بتضيف له لحياته بتامن له حاجياته بتحسسه انه هو مهتم او شخص يهتم او محاط فيه. بمجموعه من اللي بيهتموا فيه صحيح نعم. قد ما هو رسم هيدي الصورة وفازت بهيدي الجائزة هيدا تأكيد وهيك إذا بدك رسالة صغيرة للأمات شكرا إذا فينا رسالة للأمات وشكر لألون على نعم. الأدوار اللي هني بيأدوها بصمت هيدا أهم شيء واللي هني بيعتبروها أنه هي شيء كتير عادي. شوفوا قديش تأثيرها كان على الطفل وقديش طبعت بذاكرته ولوين وصلته أنه شيء حقيقة كان هالطفل ذكي انه اجاب على كل رجال العالم اللي بينظروا نفس هيدي النظره بصوره بكل رقي بدون 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 عنف يعني صحيح. اليوم مشان هون احنا بنقول انه ما فينا نستهين بطفل صحيح. ونقول الطفل هلا مش عم يسمعنا مش عم يفهم علينا نعم. ما بيدرك هيدي المواضيع هو كلها بيخزنها براسه وقت اللي بيجي وقتها بيقدر يكون عم بيعبر عنها طبعا حسب موهبته أو حسب الهامش اللي يعطى له أو حسب الفرصة اللي تتاح له نعم. خورية بدنا نجاوب على هيدا السؤال قبل ما ننتقل عن شهادة تربوية رح تعطينا إياها مديرة نورهان سنتر المدرسة سوسن خزعال سنتر هو لتعليم اللغة الإنجليزية ولكن خلينا نحكي عن هذا السؤال هيك لو باقتضاب شوي. هل أثر الوضع الصحي والتعليمي بظل كورونا على ربات المنازل وبالتالي على الأطفال؟ طبيعي من منظاركم أنتوا أكيد إيه؟ من منظاركم أنت طبيعي أثر على ربات المنازل نعم. صار في عنا أدوار إضافية ما كانت تقوم فيها ربة المنزل حتى لو كان عندها عمل خارج البيت المنزل. يعني صارت عم تجمع بين كذا دور صارت هي معلمة صارت مرشد صحي بالبيت صارت ربة منزل كانت ربة منزل وكانت عاملة إذا كانت عاملة فصارت عم تجمع أضيفت الأدوار المطلوبة منها كذا دور جديد وكل والأدوار كانت مثلا يمكن المدرسة تاخذ هالدور عنا صحيح هلا هي صارت عم تلعب هيدا الدور نعم. هلا فينا نقول انه لكل شيء نحن بنتعرض له بالحياة في له سيئات وحسنات نعم. فبدنا نشوف هيدا ميزان السيئات والحسنات اكيد وضع الحجر أثر علينا نفسيا كونه نحن موجودين ببيئة كتير هالقد مضغوطة وما فينا نكون عم نطلع لبرا ولا عم نشوف بعض ولكن من الناحية إذا بدنا نطلع عليها من ناحية إيجابية فينا نقول أنه التعليم مثلا أونلاين فتح مجال أنه يكون في هالقد أخذ ورد بين الأهل والمدرسة خصوصا المدارس الرسمية اللي الأهل فيه
ينسوا أولادهم أنهم موجودين. عم نحكي بصراحة بصراحة تامة. بموضوع تاني كمان أو بشق تاني كان موضوع أني أنا أعرف عن الأمور الصحية آخر همي. صار هلأ كورونا لا بخليني أنا أفتح يمكن وسائل التواصل الاجتماعي، أفتح جوجل، أقرأ، أسمع ريبورتاج صحي، لأنه الموضوع متعلق بصحة العائلة وبصحة أفرادها. فبدنا نشوف الأمور بالمنظرين، شو سلبياته، شو تأثيره السلبي، ونعمل على حله بالمدى اللي جاي او بالمده اللي جايه، وبدنا نشوف شو ايجابياتها اللي اضفتها هيدي المرحله وخلقت حتى نوع، حتى في اشخاص يمكن ما كانوا يعرفوا انه عندهم هيدي الطباع. هلا يمكن في ناس اذا بدك اصطدموا بطباع ما كانوا يعرفوها نتيجه انه هني ما كانوا يعيشوا هالقد هالفتره الطويله مع بعضهم، ولكن كان لازم انه تعرف هذه الطباع حتى لي نعمل على تذليل الصعوبات اللي بتجي من وراها أو من ردات فعل هيدول الأشخاص. أنا برأيي فترة كورونا لازم ننظر لها بنظرة إيجابية تنتقبلها ونعمل على حل مشاكلها. يعني ما في شيء بيصير عبثي بالحياة، كل شيء وله درس من خلاله. يعني ضروري هيك كل حدا يرجع لذاته ويعمل مثل تقييم بعد ما نخلص من هالفترة لشو الشيء اللي لازم يحسنه بنفسه ويغيره، وكيف يتعلم يعني مثل ما الآخر بده يقبله هو يقبل الآخر أيضا. صحيح. طيب خورية، رح نسمع شهادة المدرسة سوسن خزعال اللي حكيت شوي عن هالوضع وألقت الضوء على إيجابياته وسلبياته، ومنعود لسؤال أخير معك قبل ما نختم حلقتنا. الوقت عم بيمر بسرعة، ما عم نلحق بعد نستفيد زيادة. إذن منشوف سوا الشهادة لو سمحتوا. طبعا أكيد كل شغلة بالدنيا لها حسناتها وسلبياتها، وأكيد حسنات وسلبيات التعليم عن بعد بيختلف من مرحلة لمرحلة، يعني كان عند الأطفال التأسيس أو المراحل الأعلى. وحقيقة يعني هلأ أكثر مرحلة صعبة عم يعانوا فيها الأساتذة والأهل عم نتعلم عن بعد هو مرحلة التأسيس، يعني كخبرة كيف نحن عم نتواصل مع مختلف الأعمار أونلاين. حقيقة يعني الأعمار الصغيرة والتأسيس يعني في مشكلة، كان تعاون الأهل مع الأساتذة، يمكن تواصل الأهل مع الأطفال، إنه التلميذ يقرأ ويكتب عن بعيد، أو إنه كيف الأستاذ بده يهجي التلميذ ويكتب بدون أي مساعدة أو طرق يدوية أو حرف يدوية أو أدوات مثلا يشجع التلميذ إنه هو كيف يشتغل، فأكيد هذا الشيء سلبي. بس كمان إنه ما معقولة يعني نحن مرقنا هاي ثاني سنة تلميذ أونلاين ما عم يمارسوا حقهم الأكاديمي بقلب مدارسهم وصفوفهم اللي هي أفضل بكتير طبعا. فبضل كمان الأونلاين هون شيء إيجابي لو أنه متعب جدا، إن كان ضبط التلميذ، إن كان طريقة الاستيعاب، إن كان ما بيقدر يتفاعل الأستاذ كمان مع التلميذ بجميع المحاور، إن كان نفسيا أكاديميا كمان هذا الشيء صعب. أي مربي فاضل أو مربي فاضل لما يكون الاحتكاك مباشرة داخل الصف أكيد بيكون أفضل، أنا بشتغل على نفسيته وعلى مستوى العلمي كمان. بنتمنى أنه هالوباء ينتهي على خير، ونتمنى كمان أنه نلاقي حلول إسا أفضل مع حوار مع الجميع ومشاركتنا كلنا مع بعض وتعاوننا كلنا مع بعض. كيف ممكن نحن خاصة الأعمار الصغيرة مثل ما ذكرت لكم كيف فينا نعالج هالأمور. هلأ بالنسبة لخبرتي بشغلي أنا بتمنى من الأهل بس اقطع هذه المرحلة قبل ما يفوتوا عام الدراسة الثانية، وطبعا حسب ميزانيتهم كمان هالشيء ونحن رح نتعاون كلنا سوا، انه تابعوهم بالصيف، يعني حطوهم دورات خاصة بالصيف، خاصة للأهل اللي ما عندها وعي كامل كيف انها هي تتعاطى مع أطفالها، او في أطفال كمان ما بيردوا على الأهل، يعني مرة خبرتنا كمان بيعذبوا لو أهلهم متعلمين
بيعذبوا أهلهم أنهم يدرسوهم أو يساعدوهم. فإذا تبعوهم بالصيف وحطوهم بمراكز موثوق منا ومعلمين موثوق منا أنهم يرجعوا يعيدونهم على القليل المواد الأساسية، يكتب ويقرأ، وأكيد مع إضافة لمادة الرياضيات. دور كل أستاذ وكل مادة مع أولاده، لأنه فعلا دور الأهل أنا بعتبره هو الأساس. يعني الإبن بيتعلم بالبيت قبل ما يجي على المدرسة، بتعلم كتير إشياء، وفي أهل كتير واعية بتبلش مع أولادها بالألوان وبالأرقام وبالأغاني وبالرقصات، تعليم الحروف، الأرقام، الألوان، الأسماء، الفصول، الأشهر. فالأهل أنا بعتقد هن الدور الأول والأساسي والفعال بتربية الأولاد قبل ما يروح على المدرسة، لأنه هو بالنهاية لما بيروح على المدرسة أو حتى إن كان مباشرة أو أونلاين، يعني باحتكاكه مباشرة بقلب الصف مع أساتذته أو أونلاين، هو مجرد يقرأ ويكتب ويوسع مستوى التفكير عنده ليوصل لهدف معين لقدام، لأي مهنة هو بيحب يعملها أو موهبة المدرسة بتساعد إنه تكتشفها عنده أو مهارة تكتشفها عنده إنه هو يتابعها. كمان بدي ضوي على شغلة أتمنىها من الأهل كمان مع التعاون مع الأساتذة، من وراء خبرتنا إنه في أساتذة بتتابع مع الأهل وبيكون في عند الولد مشكلة معينة، فبيقولوا له إنه مثلاً ممكن إن إحنا نلجأ ل مرشدة اجتماعية بقلب المدرسة أو طبيب نفسي برا المدرسة. كمان بيصير تعاون كمان بيحسن وبيعالج المشاكل والقدرات عند أي طالب مع تعاون مع الأهل. أنا بركز على الأهل، الأهل هن الدور الفعال والأساسي والأول بمساعدة ابنهم أو بنتهم. حقيقة بهالشي بيريح وبيخلي الشغل يصير أفضل وبيعطي نتيجة أحسن. حتى ما بتقتصر على شغل أكاديميك، بيصير نحن هون بنكتشف كمان عند الطالب شو الأبيليتيز اللي عنده، السكيلز اللي عنده، بنعطيه سيلف كونفيدنس كمان أكتر لإله. يعني هدول كتير مهمين، كتير مهمين لأي شخص، ولازم كمان نعلمه يشتغل ب تيم وورك. يعني هذه كمان بتشجع انه هو يكسر الخجل اللي عنده. هذه المهارة كتير كتير مهمة، وان كانت حتى بالبيت بين الاخوين، حتى ان كانت بالمدرسة، حتى ان كانت اونلاين، في عمر معين يكون عم يشتغل كفريق، وهذه المهارة كتير مهمة حقيقة، وبتعزز الثقة بالنفس عند أي طالب وتكسر الخجل عنده بأي عمر كان. يعني إحنا عم نحكي هلا، أنا عم نحكي بالمطلق بغض النظر كان هو بسنين الأولى من عمره بالمدرسة أو بالمتوسط أو بصفوف أعلى. يمكن إنه كوفيد 19 أو بانديميك كوفيد 19 هلا هذا الفيروس، وإن شاء الله شفاء عاجل للجميع والله يحمينا كلياتنا منه. عم يضغط الصفوف الكبيرة، يعني حقيقة عم يضغط الصفوف الكبيرة، والوقت كمان عم يضغطهم بسبب الظروف الراهنة الموجودة نحن عنا هلا. بدنا نستوعب بعض، بده يكون في تعاون مثل ما قلت لكم بين الإدارة وبين الأهل، بدنا استيعاب أكثر من الأهل وتشجيع أكثر لأولادهم لحتى يتابعوا مع المدرسة ومع أولادهم، يكون الشغل ناجح أكثر. وما في شغل ما بده تعب، وما في اسلوب وطريقه ما بده مجهود، وما في اي حاله موجوده بالدنيا ما لها سلبياتها وايجابياتها. وبدنا نكون حقيقه، يعني نحن اليوم لوضع الظروف الراهنه بلبنان، رغم كل المساوئ الموجوده ورغم كل التكاليف اللي عم تصير، بضل كمان ايجابيات الاونلاين اكثر من سلبياتها هلا حاليا، لأنه مو معقول يقعد جيل مثل ما هو سنتين ما يقرأ على القليلة، ما يتثقف، خاصة عند الأهل اللي ما له متوفر عندهم ظروف متاحة للطالب إنه هو يتابع مع مدرسته. الكتاب والقلم والورقة هن يعني
يعني أكثر وسائل يوسعوا التفكير، بيشجعوا أن الواحد يتابع ويتعود على هذا، على نمط معين مفيد إذا الله راد على طول. بدنا نشكر السيدة سوسن خزعل على مشاركتها وشهادتها، وأيضا إن شاء الله يعني بتجمعنا دائما فرص مع أشخاص عديدين بمختلف المجالات إنه يحكوا اختباراتهم ويعبروا عن رأيهم. خورية، لحتى ما عطول نضلنا ظالمينه لجوزيف لأنه أنا عطول بخدله من وقته، بس بدي تجاوبيني على آخر سؤال، شو هو دور المجتمع المحلي بتخطي المشاكل اللي أتينا على ذكرها؟ ليكي كنا على طول عم ننادي الناس تطلع على الأمور بنظرة إيجابية، واليوم كمان بدنا نشوف هالإيجابية لوين وصلتنا. عن جد كورونا خلقت نوع من التضافر بين كل شرائح المجتمع المحلي، على صعيد البلديات، على صعيد التوعية، شو فينا نقدم. حتى الأزمة الاقتصادية أمنت نوع من التعاون، إذا بدك هون في شغلة مدعومة روحوا لنجيبها. صحيح. على صعيد التعليم، ما بتعرفي شغلة تعي لعلمك إياها. المشاكل اللي عم نعيشها خلتنا نعرف قيمة الأشخاص اللي ممكن يكون نحن، كيف ممكن تكون حياتنا إذا كنا بعاد عنهم. فصرنا عم نعوض بطريقة جدا إيجابية. عم بحكي هلأ لعامة الناس كمجتمع، جيران، أصحاب، بدون ما يكونوا ناشطين محليين. فهيدي شغلة كتير كتير مهمة وكتير أساسية نكون عم نضوي عليها، أنه عن جد الإنسان مهما بعد لابد ما يرجع لإنسانيته ولقلبه وللمشاعر الحلوة اللي زرعها ربنا فينا. أما بخصوص الناشطين الاجتماعيين، فعلى طول بيكون دورنا هو دعم، هو متابعة، دعم نفسي اجتماعي. نعم. هو متابعة الحالات اللي كان ذكر على قطع على ذكرى الدكتور يازجي، وكان عم بيقول إنه هالقد نحن بحاجة لمتابعة نفسية بعد فترة كورونا. الجمعيات المحلية واللي ناشطة بالإضافة للوعي كانت عم تقدم بعض الألعاب أونلاين، كيف أنا فيني ألعب أنا وولادي حتى لي يفرغوا هيدي الطاقة، حتى لي أو حتى ألعاب، فينا نقول ألعاب ذكاء وما بتتطلب لا مصروف إنترنت ولا بتتطلب يمكن أدوات أو شيء هيك. يعني في كتير ألعاب ونحن بنعرفهم هدول من خلال النشاطات اللي بنعملها، ان كانت كشفية او حركية او شيء هيك، يعني فيهم يفرغوا لهم هالطاقات باقل تكلفة وبطريقة جميلة. صحيح. فكناشطين نحن كان شغلنا الاساسي هو الدعم، المساندة، انه نكون عم نراقب بعض الحالات اللي لما انا بكون عرضة لبانيك قديش بكون عندي هالقد بكون عدواني وعنفي وعم شوف الاشخاص هني سبب تعاسي لألي، او اذا اصبت بكورونا قديش بشوف هالامر هالقد مهول وصعب وما في اتخطى. دعم على كل الاصعدة كان هو الهدف الاساسي لعمل الناشطين المحليين، وخلقت هيدي الأزمة اللي هلأ عم نعيشها نوع من تضافر بين بلديات، جمعيات، وزارات، مخاطير، كل الناس صارت عم تتضافر مع بعضها. نعم. وهيدي بدنا نشكر، يمكن هيدا ربنا عليها طبعا، إنه عن جد حط هيدي التجربة قدامنا لحتى نتعلم منها ونقدر نطلع بنتيجة انه انا يعني هيك ابسط صورة فينا نقول عن جد انه كيف النار بتنقي الذهب. يمكن هالتجربة حقيقة تكون هيدا الاختبار تيبين الذهب الحقيقي فينا واللي مصدى يعني. صحيح. لا يوقع. حتى اعرف انا انه انا ما في عيش بدون ناس حوالي، اعرف قيمة الخي الاخر اللي عيش معي على اختلاف على اختلافه. نعم.
بأي جهة من الجهات. ولكن بدنا نرجع على الرأي العلمي اللي تفضل فيه الدكتور واللي قال أنه نحن عن جد بعد فترة حجر هالقد طويل وبعد هالقد أزمات عم نعيش فيها، نحن بحاجة أنه نكون عم نشوف أخصائيين أو اختصاصيين يكونوا عم بيساعدونا، وهيدي برا تعطى للي بيشتغلوا وظائف حساسة كل 6 أشهر يروحوا ياخدوا كونسلتاسيون بسيكياتر أو بسيكاناليز أو هل هو حتى يكون عم بيساعدنا يكون عم يكفي حياتنا بطريقة أسلم وأصح ونعيش حياتنا هالقد بحلاوتها إذا بدك. خوري أنا بشكرك كتير على كل المعلومات، بشكر الضيوف اللي كانوا من قبلك، بشكر الضيوف اللي طلعوا معنا بهيدي الحلقة وهيك أضافوا علينا معلومات كتير، على أمل عن جد أنه هالبرنامج يكون عم يخلق فرق في وسط الناس، لأنه هيدا هدفه أنه نجرب نوعي، لأنه مثل ما قال دكتور يازجي مش كتير عالم قدرة تروح عند استشاريين صحيح. بالوقت اللي مش قدرة تلاقي مرات أكل أو بهيدا الوضع الضيقة والخنقة. نحن هون كمان بدنا ندعيهم أنه في كتير برامج إن كان على محطتكم الكريمة أو إن كان على محطات تانية هي توعوية بيسوى تكون عم تأخذ من وقتنا شوي، لأنه صحتنا النفسية ما فينا نكون عم نتمتع بصحة جسدية إذا ما كان عندنا صحة نفسية صحيح. سليمة. اتنيناتهم بيكفوا بعض وبينعكسوا بالتالي على الأطفال أو على المجتمع الصغير اللي أنا عايش فيه. أنا على طول مصيري بحلقاتي أني أعتذر من جوزيف لأنه على طول بخرق ب5 دقايق. خلص اليوم أنا كمان بعتذر منه معك. بس نحن قبل ما ننهي حلقتنا خورية، في شخص كان سبب برسم ابتسامة على وجهك ودعمك طول هالعمر، وانت كنت سبب ايضا بابتسامة على وجهه، وانت ويات نيناتكم مش جبتوا نعمة واحدة، جبتوا نعم كتيرة كمان باسم ابونا ايوب ونعمة وجورج وباسمنا نحن، لأنه نحن عم نعزبك كل مرة معنا، أنت بتجي من عكار لهون لحتى تشاركينا نهار الخميس. نحن بنقول لك عقبال 100 مرسي، وإن شاء الله كل أيامك بتكون حلوة وعيد. مرسي مرسي على الالتفات الحلوة، كلكم ذوق. أنا بكبر فيكم وهذه تجربة جديدة أضفت لي لحياتي كتير كتير كتير. بشكركم على كل شيء، ما بعرف يعني. حلو هيك العيد يكون سيربريز، يعني في بحياتي كتير مفاجآت بس هيدي أحلى مفاجأة صراحة. نحن فرحنا أنك انبسطت بالمفاجأة ولو نحن كتير مقصرين معك، ولكن اللفتة الأولى أجت من أبونا أيوب ونحن حبينا نسني عليها. حبيباتي شكرا كتير لكم. شكرا لك. مشاهدينا هيك منكون وصلنا لختام هالحلقة، على أمل أنه نلتقي فيكم بعد الأسبوع العظيم المقدس عند الطوائف الشرقية، وهي فرصة حتى نقلكم فيها المسيحكم.